جيب لها ناس بتنور وعربية بورش عاملة 6 مليون جنيه، ادها بوسة جارية قدام الناس ولبسها سبايدر مان وشالها ورقص بيها على واحدة ونص، رقص وطبل وتنطيط وعمل لها مسرح 300 متر، لقطات من عيد ميلاد شمس مرات مطرب المهرجانات حمو بيكا اللي قلب السوشيال ميديا. يا ترى مين اللي حضر عيد الميلاد وايه رد فعل مراته من البوسة الجارية؟ ازاي عرض على الموقف محرج في الحفلة؟ وايه حكاية الهدايا الضخمة؟ كل ده هجاوبكم عليه في الفيديو ده ومفاجآت كتير هتشوفوها معايا، بس خليكم للآخر. مطرب المهرجانات حمو بيكا عمل لمراته فرح ومن اول وجديد، ده تعليق كل الناس اللي شافت عيد ميلاد مرات حمو بيكا واللي قلب السوشيال ميديا وبقى الكل يتكلم عنه. اصله الصراحه عمل لها عيد ميلاد ولا في الخيال، مفيش مطرب من جيله عمل كده لمراته، كلهم اخرهم تورتايه وحفله في كافيه وبس على كده. انما حمو بيكا بقى مختلف عن الكل بسبب حبه الكبير لمراته، ده دايما بيعمل لها المستحيل علشان بس يعبر عن حبه وامتنانه ليها. يعني عندكم مثلا عمل عيد ميلاد شمس مراته في فندق كبير 5 نجوم على الطريق الصحراوي، وده علشان يكون بعيد عن الناس والزحمة يقدر يحتفل بيها ويفرحها في الليلة دي. بيكا عمل جوه الفندق مسرح كبير جدا ما تعملش زيه قبل كده، وطوله كان يجي 300 متر واكتر كمان، لونه بالاسود ووراه بنرات طويلة باللون الاسود برضه بيطلع منها نار. السلم اللي بيطلع على المسرح ده كان عبارة عن ورد لونه بينك وابيض، ما هو برضه البنات بتحب اللون البينك، هو بيستغل اي حاجة البنات بيحبها وبيجيبها علشان يفرحها بيها، ده بيقول عليها ست البنات. كان على المسرح رجالة لابسين لبس بينور وطبل بالعصاية وقدامهم ألعاب نارية. هوب اشتغلت مزيكا فيها ساسبنس وإثارة لمدة 4 دقايق، وفجأة طلع حمو بيكا ومراته للمعازيم وكان إيده في إيديها كأنهم عريس وعروسته فعلا. كان لابس لبس مصنوع من الجلد الأسود متصمم على شكل سبايدر مان، يعني شكله بيقول لها باللبس ده إنه يقدر يحميها ويعمل لها اللي هي عايزاه. شمس مرات حمو بيكا كانت لابسة بنطلون قماش لونه أسود وطب شفاف لونه أسود مطرز بالخرز الأصفر، كانت سايبة شعرها على ظهرها ما تخلتش عن الصبغه باللون الاحمر واللي دايما بتظهر بيها من اول جوازهم. وهم واقفين بيبصوا للمعازيم ادها بوسه جريئه وحضنها، هي فرحت قوي انه عمل معاها كده، خاصه انه عازم الصحفيين علشان يظهر للعالم كله حبه لمراته. للاسف بعد اللقطه دي اتعرضت شمس لموقف محرج قوي، وهي انها كانت واقفه بتطبل بالعصايه وفجاه جاي اخذ منها العصايه وقال لها يلا ننزل تحت بعيد عن المسرح. نزلت معاه وفضلوا يرقصوا مع صحابهم واهلهم، وفي حركه غير متوقعه من حمو دخل في وسط البنات رقص على واحدة ونص، هي فضلت تسقف له ولما شافها أخدها بالحضن وشالها ورقص بيها. اللي محدش يتوقعها هي هدية حمو بيكا لمراته، يعني دايما معودنا على إنه يجيب لها كيلوهات من الذهب، بس المرة دي الهدية كانت أكبر بكتير، ده جاب عربية بورش سعرها 6 مليون جنيه. الغريب إنها ما ظهرتش خالص بالذهب بتاعها اللي كانت دايما بتظهر بيه، ومش عارفين إذا كان حمو اتعرض لأزمة مالية وباع ذهبها ولا هي ما حبتش تظهر بيه، وقالت تكون بسيطة في إطلالتها المرة دي. في النهاية إيه رأيكم في لقطات حفل عيد ميلاد مرات حمو بيكا؟ هل كان مبالغ فيه ولا خلاص اتعودتوا منه على كده؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.